لا تزال المظاهرة هنا قائمة أمام السفارة الأمريكية في واشنطن، وهناك آلاف الآلاف من الأمريكيين من مختلف الفئات، مسلمين ويهود ومسيحيين وبيض وسود وآسيويين ويساريين ووسط، كل الفئات يتواجدون هنا أمام السفارة الإسرائيلية للتعبير عن غضبهم الجم مما يجري في قطاع غزة، وللتعبير عن غضبهم من موقف الإدارة الأمريكية، وهم يطالبون بتحرير فلسطين وتحرير قطاع غزة وإيصال المساعدات. فيما يتعلق بالمساعدات، الجميع الذين يتظاهرون هنا يرون أن خطوة إيصال المساعدات غير كافية في ظل استمرار عملية الإبادة التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، فهم يرون أن المساعدات يجب أن تتماشى أو تسير يدا بيد مع وقف نهائي لإطلاق النار، وبالتالي فإن إيصال المساعدات عبر إنزال جوي أو عبر مسار بحري كما تحاول الإدارة الأمريكية أن تعمل، أن تقيم مسار بحري من قبرص إلى قطاع غزة، هذا غير كافي، ولا بد من وقف نهائي لإطلاق النار ووقف الإبادة التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. ماذا عن الموقف الأمريكي في ضوء هذه المظاهرات المطالبة بوقف الحرب رسميا هنا وإدارة الرئيس جو بايدن؟ ما الذي تتحدث عنه وما موقفها على وجه التحديد من استئناف المباحثات؟ الإدارة الأمريكية لا تزال على موقفها الذي تتحدث عنه، وهو العمل على الوصول لتهدئة مؤقتة أو هدنة مؤقتة خلال فترة شهر رمضان، وهو ما تحاول الوصول إليه، وتحاول ممارسة الضغوط على الجانب الإسرائيلي للوصول إلى اتفاق بهذا الشأن. الإدارة الأمريكية ترى أن هذه هي الوسيلة الوحيدة لإيصال المساعدات العاجلة للفلسطينيين في خلال فترة التهدئة، وأيضا نطاق سراح المحتجزين، ولكن هذا هو موقف الإدارة الذي لا يتماشى مع موقف غالبية المواطنين الأمريكيين، وأيضا مع عدد كبير من موظفي الإدارة الأمريكية، ولا يتوافق مع المطالب الموجودة هنا في هذه المظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية، التي يتهمون عناصرها بارتكاب جرائم إبادة جماعية. تقدم إشارة حازمة إلى أننا نقف على بعض خطوات من بوابة السفارة التي قام فيها الطيار الأمريكي آرون بوشنيل بإحراق نفسه، وهذه البوابة الآن محاطة بحواجز للشرطة لمنع اقتراب الأفراد.